سلسلة فيديوهات خاصة بكل فصل فيه، لأن بصراحة الكتاب ده بيتعمق في نفسية كل إنسان فينا. فدورك في سيناريو حياتك من كتاب الخروج عن النص لدكتور محمد طه. ستوب، وقف فورا كل حاجة بتعملها. أيوة دلوقت، عاوز كل تركيزك معايا. اختار يلا أهم علاقة في حياتك، أهم علاقة، سواء كانت علاقتك مع مراتك أو علاقتك مع جوزك أو علاقتك مع أبوك أو أمك، علاقتك مع أولادك، علاقتك مع صاحبك، علاقتك مع حبيبتك، رئيسك في الشغل، زميلك في الجامعة. يلا اختار. ها اخترت. كويس جدا. جاوب بقى على السؤال التالي، في العلاقة دي انت بتلعب دور مين؟ دور الضحية ولا دور الجاني ولا دور المنقذ؟ بتلعب دور الشخص اللي بيضحي بنفسه في سبيل الطرف التاني وبيعمل كل حاجة يقدر او ما يقدرش عليها علشان يساعده ويرضيه من غير اي مقابل ولو كلمة حلوة او حتى نظرة شكر؟ الشخص اللي بيقدم الطرف التاني على نفسه في كل حاجة طول الوقت، الشخص اللي بيدي باستمرار ومش مستني ياخد، الشخص اللي بيدوب كل ليلة وكل يوم علشان غيره يتهنى ويرتاح وينام قرير العين، ده كده حضرتك اسمه دور الضحية. ولا بتلعب دور الشخص اللي بيدي أوامر كتير ومتوقع من طرف العلاقة الآخر انه يكون مطيع ويسمع الكلام وما يقولش لأ؟ الشخص اللي شايف انه من حقه يعمل اي حاجة في اي وقت بغض النظر عن تأثير ده على غيره، الشخص اللي بيستنى من الاخرين العطاء والبذل والسماح بدون حدود وبدون ردود، الشخص اللي مش بيرضى بسهولة، الشخص اللي غضبه قاسي وصعب واللي محتاج اعتذار ورا اعتذار علشان يرضى واثبات ورا اثبات علشان يصدق، ده يا فندم اسمه دور الجاني اللي غالبا مش هتشوف نفسك فيه على الاقل دلوقت، لكن ما تستعجلش. ولا بتلعب دور الشخص اللطيف الطيب الحنين اللي بيساعد الاخرين بكل سخاء ويقدم لهم الحلول ويجاوب لهم على الاسئلة، ياخد بايديهم ويرمي لهم اطواق النجاة، الشخص المحبوب المرغوب المنتظر المخلص اللي بيسمع للكل ويفهم الجميع ويحول دون وقوع الاذى، يعني بيمنع وقوع اي اذى ويطبطب على ده ويمسح دموع ده ويربط على كتف ده، الشخص الهادي العاقل الرزين، الشخص الناصح القريب الحكيم. وده بقى يا سيدي اسمه دور المنقذ. عرفت تعدي دورك في العلاقة اللي اخترتها؟ ها طيب، عرفت تحدد ادوارك في باقي علاقات حياتك؟ لسه. طيب العنيف اللي بيشغط وينطر عمال على بطال، اللي مش بيرضى، اللي ترتجف اوصل اولاده وتهتز اركان بيته ويتطاير الشر من عيونه في ساعات غضبه، اللي كلمته مش بتنزل الارض، اللي بيزعم انه يعرف مصلحة ولاده اكتر من نفسهم، واللي بيدي لنفسه الحق في تقرير مصيرهم بناء على رؤيته الشخصية المتفردة، ده بيلعب دور الجاني. بيلعب دور الجاني، واولاده اللي مش بايديهم حيلة واللي مضطرين يسمعوا كلامه ويسيروه ويقدموا ليه قرابين الولاء والطاعة ولو على حساب نفسهم ومستقبلهم وحياتهم، دول بيلعبوا دور الطاعة.
الطبيعية وحقوقها الإنسانية بأي حجة وتحت أي مسمى، ده بيلعب دور الجاني. والزوجة اللي بتستحمل ده وتطنش علشان تعيش وتيجي على نفسها علشان ما تتبهدلش وتتشرد هي وأولادها لو اتطلقت، دي بتلعب دور الضحية. الخطيب اللي بيوعد خطيبته انه هيخلصها من ظلم ابوها وخلسته وتسلط امها وافتراها عليها، وهيخرجها من بيتها اللي مليان ظلم ومشاكل واذى وتعب علشان تسكن في بيته اللي مليان ورد وفل وياسمين، ده برضه بيلعب دور المنقذ وهي بتلعب دور الضحية. والحبيبة اللي بتتشعلق في حبيبها وتديله من غير حدود وتصور له انها من غيره ما تسويش وانها هتموت لو بعد عنها، وان هو المصدر الوحيد والفريد للامان والحب والاهتمام، وتخليه هو يلعب دور المنقذ وبعد شوية الجاني. بعد شوية هيلعب دور الجاني، او بمعنى اصح هي هتطلع منه دور الجاني وتخليه يلعبه. كل واحد فينا جواه سيناريو رسمه لحياته بناء على اللي وصل له أثناء تربيته واللي تعرض له في سنين عمره الأولى، وبعض الاستعداد الوراثي وبعض العوامل الأخرى. سيناريو بمعنى أدوار وأشخاص وأحداث، وبيكون لي في السيناريو ده دور محدد، إما دور الضحية أو دور الجاني أو دور المنقذ. بيسموا ده ساعات مثلث الدراما الحياتية. كل واحد بيدور في رحلة حياته وعلاقاته على أشخاص تنطبق عليهم مواصفات باقي الأدوار. يعني لو كان الدور اللي مختاره لنفسه دور الضحية، فبيدور غالبا بشكل غير واعي على حد يجيد لعب دور الجاني، ولو ملقاهوش يشوف حد عنده الاستعداد الداخلي انه يمارسه، ويبدأ بكل بساطة وبراعة يطلع الدور ده منه ويدربه زي المخرج بالظبط ما بيدرب الممثلين على الأداء، لغاية ما يتقنه ويتقمصه ويلعبه ويمارسه ويصدقه ويتحول ليه ويكونه. أيوه يكونه. تصور مثلا البنت اللي تعرضت لشكل من أشكال العنف أو القسوة في المعاملة أو الاعتداء الجسدي أو اللفظي عليها وهي صغيرة، لما تيجي تختار حد في علاقة عاطفية أو زواجية تختار مين؟ معظم الدراسات اللي اتعملت على البنات دي وجدت إنهم في حالة عدم تغييرهم أو علاجهم نفسيا بيختاروا شريك حياة عنيف وقاسي ومستغل ومتفنن في أساليب العدوان اللفظي والجسدي والعاطفي، وإنه لو ما كانش كده فعلا فهي بتستفز فيه بكل شكل وبكل طريقة الصفات دي وتطلع منه أسوأ ما عنده. الأدهى من كده كمان إنها لو انفصلت عن الشخص ده وقررت ترتبط بشخص تاني، غالبا هتختار شخص تاني بنفس المواصفات. ده مثل واضح جدا لسيناريو نفسي داخلي عميق بتصر فيه البنت دي انها تلعب دور الضحية وبتختار شخص يجيد لعب دور الجاني، وتكرر هذا الاختيار وتصر عليه بشكل يبدو انه غير مفهوم، لكنه في الحقيقة هيوصل ليها رسالة نفسية مهمة جدا ويثبتها عندها. ايه هي الرسالة دي؟ الرسالة دي هي انها مظلومة باستمرار ومكسورة طول الوقت وطيبة وغلبانة وما فيش بايديها اي حيلة في عالم من الاشرار والسفاحين والمستغلين. يعني باختصار هي غير مسؤولة عن السيناريو اللي هي عايشة فيه ده او على النتيجة اللي وصلت لها، وبتنجح في اثبات ده مرة ورا مرة ورا مرة. مثال تاني، الطفل اللي كان بيتعامل معاملة سيئة من اهله، معاملة كلها قسوة وعقاب واذى واهمال وتجاهل لحقوقه الانسانية البسيطة. الطفل ده لما يكبر ويتجوز ويخلف بيكون قدامه سيناريو من ثلاثة،
الأول هو إنه ممكن يكرر نفس اللي اتعمل معاه وهو صغير مع زوجته وأولاده، يعني يكون أب شديد لا يعرف الرحمة وزوج قاسي لا يعرف الحب، وبكده بيلعب دور الجاني. وطبعا علشان يلعب الدور ده هيختار واحدة حابة تعيش في دور الضحية وحابة تكمل فيه. السيناريو التاني هو انه يكمل في نفس الدور اللي اتربى عليه، دور الضحية، واللي هو في الحقيقة كان مضطر وقتها ليه وما كانش فيه بدايل، لكن المرة دي هو مختار مش مضطر، فهيختار زوجة متسلطة مفترية تطلع البلل الأزرق على جدته. أما السيناريو التالت فهو إنه يعيش طول الوقت دور المنقذ والمخلص لأولاده من قسوة أمهم وشرها. طيب اتجوزتها ليه من الأول وهي كده أصلا؟ علشان تلعب دور الضحية بتدور على حد ينطبق عليه مواصفات دور الجاني، وعلشان تلعب دور المنقذ بتدور على اللي ينفع يلعب دور الضحية، وعلشان تلعب دور الجاني بتختار اللي يسمح لك تخليه ضحية، يعني مديرك في الشغل اللي مستبيح كرامتك وبيدوس عليك ويستغلك انت اللي سمعت له بده وخليته يلعب دور الجاني وانت عشت دور الضحية، وهو شايف ده فيك وعارف يستخدمه بكل وعيك وإرادتك، وانتوا الاتنين مسؤولين، وحبيبتك وحبيبتك اللي انت بتعبدها وبتعشقها ودايب فيها حتى الموت، وهي مطنشك ومش سائلة فيك وسايقة عليك الدلال والدلع للآخر. هي في الحقيقة لمحت فيك استعدادك لدور الضحية ومارست معاك الدور المكمل بكل مهارة واقتدار. واستمتع يا سيدي بسهر الليالي وسماع اغاني الحزن والهجر والفراق، بس ما تشتكيش. هتقول لي هو يعني بيبان على الواحد او الواحدة من الاول هو او هي ناوية تلعب دور ايه في سيناريو حياتها وعلاقتها؟ كل ده بيظهر بعدين. اقول لك لا، عند كل واحد فينا كده زي قرون استشعار، الحساسة بتحس وتلتقط وتفهم اللي قدامه من تصرف بسيط، من حوار موجز، من طريقة كلامه، حتى من طريقة لبسه أو مشيته، وبمجرد ما تستنتج ان هو ده اللي يليق عليه الدور او هو ده اللي عنده استعداد يلعبه ويكمل السيناريو اللي هيثبت لي الرسالة النفسية اللي جوايا اشبط فيه واتعلق بيه واقول هو ده هو ده مفيش غيره. يا ده يا بلاش. في حاجة كمان، انت ممكن تكون في علاقة ما بتلعب دور الجاني، وفي علاقة تانية بتلعب دور الضحية، وفي علاقة تالتة بتلعب دور المنقذ. مش بس كده، ده ممكن في العلاقة الواحدة تتبادل الأدوار، شوية تبقى جاني وشوية تبقى ضحية وشوية تبقى منقذ، يعني اللي بتموت في حبيبها وبتوصل له طول الوقت انه فارس الأحلام اللي هيخلصها من شرور العالم وظلم التاريخ، وانه الملاذ الاول والاخير ليها في حياتها، وان كل احلامها وامانيها في الدنيا انها تعيش معاه طول الليل والنهار بين اربع حيطانها. بس في الحقيقة هي بتعيش دور الضحية وبتطلع منه دور المنقذ، وهو طبعا بيحب الدور ويلعبه بكل براعة علشان يوصل لنفسه هو التاني انه طيب وجدع وشجاع ومخلص، وبيدي لنفسه الحق في انه يمتلكها. ايوة، المنقذ بيدي لنفسه الحق بعد شوية انه يمتلك الضحية ويتحول بقى لايه؟ لجاني. علشان كده لما يجمعهم بيت واحد وتدور الايام دورتها هتشتكي منه مر الشكوى انه مسيطر عليها وبيخنقها وبيمنعها من الخروج ومش موافق انها تشتغل، وبيتأمر عليها في اللبس والحركة والمكياج والكلام مع الاصحاب والجيران. وصباح الفل. ومش بس كده، ده الاصعب من كل ده بقى انك غالبا بتلعب دور وبتكون متصور انك بتلعب دور تاني تماما، يعني الام اللي قررت تفني نفسها علشان اولادها
موجود بالحياة علشان هم يعيشوا وتديهم كل الوقت وكل الجهد وكل المشاعر على حسب نفسها وحقوقها وحياتها. دي بتعيش دور الضحية ومتصورة إنها بتعيش دور المنقذ، لكن هي في الحقيقة بتجني على نفسها وعلى أولادها، وساعات كتير جدا بتزرع فيهم الإحساس بالذنب لأنها ضيعت عمرها علشانهم وحرمت نفسها من أجلهم وضحت بحياتها في سبيلهم. وهي فرحت بطالب الثانوية العامة اللي جاب مجموع عالي ودخل كلية الطب علشان يفرح ويفرح أبوه ويسعد أمه ويدفع تمن تعبهم وتضحيتهم ويحقق أحلامهم ويلون أمانيهم، ومع ألف سلامة لحياته وأحلامه ومستقبله الحقيقي. وأهلا بيه مريضا مثاليا للاكتئاب والقلق والفصام والاضطرابات الشخصية. وصاحبك أو حبيبك أو شريك حياتك اللي بياخد قراراتك بالنيابة عنك ويعرض عليك خدماته عمال على بطال ويحقق لك كل طلباتك من قبل حتى ما تطلبها، هو فرحان جدا بدور المنقذ وانت مستمتع جدا بالدور السلبي اللي مفهوش أي مسؤولية، لكنك هتكتشف بعد شوية انك معتمد عليه اعتماد مطلق وماشي في ظله وما تقدرش تتنفس في عدم وجوده، وانه في الحقيقة جنى عليك وامتلكك وعمل بينك وبينه حبل سري. انقطاعه يعني الموت بالنسبة لك. على فكرة اوعى تفتكر ان في دور فيهم احسن من التاني او ان دور منهم مرغوب ومفضل عن غيره، بالعكس كل دور جواه كمية هائلة من المصائب والبلاوي والأذى والضرر للنفس وللآخرين. اللي بيلعب دور الضحية بيلعبه علشان يثبت لنفسه ويحس قدامها انه دايما مظلوم ومغلوب وعديم الحيلة، فيهرب من المسؤولية والإحساس بالذنب ويصدر هذا الإحساس بالذنب لغيره. واللي بيلعب دور المنقذ هو في الحقيقة بينصب شباكه حواليك علشان يمتلكك بعد شوية ويستبيح أرضك. واللي بيلعب دور الجاني ده حد بينتقم من نفسه ومن الحياة ومن ناس آخرين في شخصك ومن خلالك. إيه الأخبار دلوقتي؟ عرفت أنت بتلعب دور مين في علاقات حياتك؟ اكتشفت السيناريو اللي أنت رسمه لنفسك وبتكرره باستمرار كل يوم؟ فتحت عينيك وشفت. طيب نعمل ايه بقى؟ اولا اوعى تندم، بالعكس احمد ربنا انك شفت وعرفت. اي رؤية جديدة ممكن بيكون معاها شوية الم، معلش، وساعات الالم ده بيكون كبير وصعب. ثانيا وقف فورا ممارسة هذا المؤذي ليك ولغيرك. اعمل ستوب كبيرة جدا، وهي ترتيب حياتك وتقييم علاقاتك وصح مسارها، وكفاية اذى لغاية كده. تصحيح المسار ده بيتروح من انهاء الدور في العلاقة حتى انهاء العلاقة نفسها. لو ما كانش في حل غير كده ان انت يعني تنهي اي علاقة بالمنظر ده. تالت حاجة، ما تسمعش لاي حد انه يمارس معاك دور من الادوار دي في علاقتك بيه، ولو كانت علاقة مدتها 5 دقايق بس يعني صدفة في الشارع. وما تسمعش كمان لحد انه يطلع منك دور تمارسه معاه، علشان الجاني دايما بينتقم من الاخرين والضحية دايما بيحسس اللي حواليه بالذنب والمنقذ دايما بيمتلك ويستحوذ ويستبيح الحدود. باختصار شديد، خليك حقيقي على طبيعتك، خليك حقيقي، اتحمل مسؤولية نفسك بجد ومسؤولية علاقاتك بجد، ما تبقاش جاني ولا ضحية ولا منقذ. وقبل ما تخلص قراية قول ورايا يلا دلوقتي بصوت عالي ستوب. كلمتين بصوت، احنا من اخلاقيات ديننا دايما ان احنا نتعامل مع الاخرين بالحسنى ونتعامل مع الاخرين بتوازن، توازن نفسي لابعد الحدود، نمسك العصاية من النص دايما. يعني التلات ادوار دول مش محتاجينهم
إذا حبينا بنحب في الله سبحانه وتعالى، وإذا أوذينا فإحنا بنعارض عن الجاهلين. يعني إيه نعارض على الجاهلين؟ يعني بنجنب أي أشخاص في حياتنا أذونا، أذى نفسي أو مادي أو اجتماعي، أي نوع من أنواع الأذى. ليه؟ لأن أنا بمشي على كلام الله تبارك وتعالى. سيبك من الأمور النفسية عند الناس، الأمور النفسية عند الناس دي متفاوتة. الكاتب أو دكتور محمد طه ده رأيه، رأي أحمد ده رأيه، رأي فلان ده رأيه. احنا كلنا بشر، لكن رب البشر هو اللي بيدينا الكتالوج. لما يدينا مبدأ في الحياة، في العلاقات، في العلاقات وفي كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خلاص، خذ العفو، خلي العفو، العفو والتسامح منهج، منهج في الحياة بتاعتنا، في علاقتنا مع الناس. لأن أنا لما بتعامل بالعفو والتسامح، أنا ما بتعاملش معاه عشان خاطر العبد، لا، ده أمر رباني أنا بأطبقه في حياتي. خذ العفو، خذ العفو، انتهى. وأمر بالعرف، أمر بالعرف، العرف الديني والأخلاقي والاجتماعي اللي أنا في المجتمع اللي أنا عايش فيه. العرف اللي هو الحاجة الجميلة اللي بتخلي الناس دايما في ترابط واحترام وحب وتقدير في الله تبارك وتعالى، هو ده العرف اللي احنا نأمر بيه. يعني تأمر بيه على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك وعلى أقرب الأقربين من حواليك، ان انت تبين لهم العرف المعروف، المعروف اللي بيننا من بعض، المعروف اللي هو بيكون أساس حب واحترام وتقدير. اعرض عن الجاهلين الإنسان المؤذي، الإنسان اللي ما يقدرش قيمتك، الإنسان اللي ما يعرفش تعبك ومجهودك وبصص لك دايما بعين الحقد والحسد والغل. شوف اشمعنى فلان ده احسن مني، لا ده انا لازم ان انا يعني اكيد لي ودايما اقلل منه ودايما انقص من اي مجهود او اي نجاح بيعمله في حياته. فاذا دول كلهم جاهلين بيك، جاهلين بيك. اعرض عنهم، يعني اعرض لف وشك عنهم وكأنهم مش موجودين في الحياة. سيبهم، سيبهم يقولوا عليك اللي هم عايزين يقولوا. كله على الله وكله عند الله تبارك وتعالى. المهم ان انت ما تلعبش دور بقى الايه، المؤذي او الجاني. ما تلعبش اي دور في حياتك من الثلاث ادوار دول. خليك دايما متوازن في علاقاتك. ولو انت او انت رجعتم كل علاقة في حياتكم في الله تبارك وتعالى وإلى الله وعلى الله أي حاجة في الحياة، ومن ضمن العلاقات أقسم بالله العلي العظيم لن تضيعوا أبدا، لن تضيعوا أبدا، لأن أنتم بين آيات الرحمن سبحانه وتعالى. فأتمنى أنكم دايما ربنا يوقعكم في الناس اللي شبهكم وشبه قلبكم الطيب وروحكم الجميلة، لأن أنتم تستاهلوا كل خير. دايما ذكر نفسك وذكري نفسك أنكم تستاهلوا كل خير في حياتكم. وإحنا متوقعين خير في الله وأملنا في الله إن إحنا نحيا حياة طيبة، نحيا حياة مطمئنة، نحيا حياة كلها جمال وروعة وهدوء نفسي وسلام داخلي. خلاص، فدايما نستبشر خير ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. وعلاقتنا كلها، كل علاقة